قررت محكمة سعودية تحويل الناشطتين الحقوقيتين السعوديتين لوجين الهذلول وميساء العمودي إلى محكمة خاصة بقضايا الإرهاب، كما أفاد ناشطون رفضوا الكشف عن أسمائهم. مطلع كانون الأول ديسمبر تم توقيف لوجين الهذلول عند الحدود عندما حاولت دخول بلادها قادمة من الإمارات العربية المتحدة وهي تقود سيارتها، كما أوقفت ميساء العمودي وهي صحفية بعدما التحقت بها لدعمها. المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تمنع النساء من قيادة السيارات، وللمطالبة بهذا الحق خرجت حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر نساء تقود سيارتهن في الشوارع في تشرين الأول أكتوبر الماضي.